فكرة تأسيس المشروع، بما أننا تحدثنا عن البذرة الأولى فكريا وهو الدرس القاسي الذي تلقيته من أستاذتنا الدكتورة سهير القلماوي، بداية تأسيس هذا المشروع وما كان يقول بخاطر الدكتور جابر في الوصول بهذا المشروع إلى نقطة معينة، عايزة وقف أنا عندنا. لم يكن لي علاقة بوزارة الثقافة إطلاقا. أنا كنت أستاذ حريص جدا على الأستاذية، تقاليدي صارمة جدا، الدرس اللي علمته لي بعلمه لطلابي الذين يدرسون الماجستير والدكتوراه، وهكذا ماشي في الطريق. في عام 1993 انتقلت من رئيس قسم اللغة العربية إلى المجلس الأعلى للثقافة. وفي المجلس الأعلى للثقافة، يا ريت ألاقي مالية. حاضر يا فندم. في المجلس الأعلى حالا للثقافة كان يشغلني جدا أمر الترجمة، ليس عندنا معاهد ولا مؤسسات ترجمة. طب ماذا أفعل؟ كنت أذهب إلى معرض الكتاب وأجد الترجمة مزدهرة جدا في الأجنحة المغربية والتونسية واللبنانية. فخطر على بالي، وعندما يعني تأملت تاريخنا الثقافي اكتشفت أو تذكرت مدرسة الألسن التي أنشاها رفع الطهطاوي وترجمة هذه المدرسة الكثير. فقلت لماذا لا نواصل طريق الترجمة؟ فاقترحت ان احنا نعمل ما يسمى بالمشروع القومي للترجمة. اقترحت على مين وقتها؟ على فاروق حسني، كان هو وزير الثقافة. وفعلا عملنا المشروع القومي للترجمة.